في الأول بحب أن أهني أسامة حسني عشان جودة البرنامج اللي بيقدمه للناشئين. طبعا مهم جدا في نادي كبير بحجم النادي الأهلي أن نهتم بالناشئين عشان نغذي الفريق الأول. طبعا بهني لمجموع المعدين والعاملين بقطاع الناشئين بالنادي. عندنا طبعا فريق الاول دايما لعيبه كتيره بالناشئين من قطاع الناشئين. واسبوع بعد اسبوع بشوف اللعيبه مستواها بيتحسن وبيتقدم. وما عنديش ادنى شك ان طبعا دول جيل كويس اللي طالع. وهيقدر طبعا يعني عندنا في الفريق الاول في لعيبه اصلا من قطاع الناشئين وهم صغيرين زي عاشور وزي ريان. ولازم طبعا اللعيبه دي دورها ان هي بتغذي الفريق الكبير وبتقويه. وطبعا عشان الفريق يبقى منافس في جميع المستويات. وطبعا عشان نحقق الهدف ده لازم دايما ندخل عناصر شابه للفريق. طبعا الشباب والناشئين عندنا معايا في الفريق عارفين ان هديهم فرصتهم طبعا لا محاله ان ارجع في ده. وطبعا عارف ان هم بيشتغلوا كويس وبيتمرنوا كويس عشان يفوزوا بالفرصه دي وعشان يمثلوا النادي الاهلي يعني افضل تمثيل عشان برضو يخشوا التاريخ مع النادي الاهلي. وطبعا عشان يضيفوا حاجه لباسياتهم كلاعبين وعشان يبقى لهم مستقبل جيد مع النادي. وطبعا هم بيمثلوا مستقبل النادي ولازم يعرفوا ان عينيا دايما على الناشئين وعلى قطاع الناشئين. وانا بهنيهم دايما وبهني شغلهم الجيد وبتابعهم وبحمسهم انهم يعملوا نتائج كويسه. النصيحه الوحيده اللي ممكن اديها ليكم كناشئين كلكم ان افضليه الافضليات بالنسبه لي في كره القدم عشان توصل لمستوى عالي لما تكون بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي ان يكون عندك روح جيده وروح عاليه في الملعب وتركز على نفسك في الشغل. من غير ما تضحي في كرة القدم، غير ما يكون عندك روح قتالية في الملعب، وغير ما يكون عندك تدي أكتر ما عندك في الملعب، الموهبة لوحدها مش كفاية. الموهبة وروح عالية في الملعب، يبقى عندنا فرصة إن احنا نفوز. وطبعا لازم تشتغلوا كويس جدا، وتبقوا متواضعين، وتقبلوا تشتغلوا كتير على نفسكم وتمرنوا كويس بشكل جيد. ويبقى عندكم طموح دايما. ودايما طبعا عارفين النادي الاهلي لا يقبل الا بالفوز. ودايما النتيجه هي المهمه، هو النقطه نمره واحد النادي الاهلي. لازم نشتغل كويس جدا لساعات طويله عشان نستاهل ونستحق التطور في مستوانا وان احنا نكون في مكان كويس. ونستاهل ان احنا نلبس فانيله النادي الاهلي ونمثل النادي الاهلي وندخل التاريخ مع النادي الكبير. عشان في يوم من الايام نقدر نكتب احنا بنفسنا تاريخ زي